مشاهدينا السلام عليكم، أهلا بكم في هذه الحصة الجديدة من برنامج صحتك لا بأس. التحديق في الشاشات الصغيرة مشهد يتكرر في المقاهي والعمل والمدرسة والنادي والطرقات وحتى خلال قيادة السيارة، ولم تعد تستثنى حتى الاجتماعات العائلية والمناسبات الخاصة. تعددت استخداماتها، فهي وسيلة للترفيه والتواصل مع الآخرين ومتابعة الأعمال والأنشطة الخاصة، وهي للبعض أداة للتخلص من الوحدة والفراغ، ويراها البعض الآخر وسيلة فعالة في التوثيق وجمع المعلومات. لكن ماذا عن آثارها السلبية الخطيرة على الصحة والدماغ؟ وهل بالفعل تعلق الناس بهذه التكنولوجيا يسبب الإدمان الذي يستدعي مراجعة الأطباء؟ وكم يحتاج الإنسان من وقت للتخلص من آثارها السلبية؟ للحديث حول هذا الموضوع الهام معنا في الاستوديو الدكتور حسن الطيار، الأخصائي في الطب النفسي الجنائي. أهلا وسهلا بحضرتك. أيضا سينضم إلينا بعد قليل عبر السكايب الأستاذ محمد بهجت، المحاضر والباحث في مجال علوم الكمبيوتر من لندن. ومن تونس سينضم إلينا بعد قليل دكتور عبد الستار السحباني، رئيس الجمعية التونسية لعلم الاجتماع. أهلا بضيوفنا وأهلا بمشاهدينا. ونبدأ بطرح السؤال الأول على دكتور حسنين الطيار، شو مشكلة هاي الأجهزة؟ هلكتنا يعني صغار وكبار مدمنين عليها بشكل كبير دكتور. صحيح، هي مثل ما تفضلتي، يعني توجد مليارات الأجهزة الإلكترونية من هواتف، من أجهزة كمبيوتر، لابتوب وآيباد وكل شيء. إلها طبعا منافعها، ولكن إلها مضارها اللي تأثر على الدماغ وعلى بعض الأحيان يعني تولد السلوك العدواني لدى الأطفال والأحداث ومشاكل أخرى يعني ممكن نتطرق لها بعدين. هي عديدة حقيقة. نعم. ولكن دعنا نتطرق بداية إلى الجانب الفني وإلى أي مدى هذه التكنولوجيا في تطور مستمر وسريع يعني. صحيح. نذهب للحديث مع الأستاذ محمد بهجت، أهلا وسهلا بك معنا. حياك الله أستاذة وجدان. أهلا وسهلا بك. طبعا أخذنا من وقتك، عارفين عندك مشغول كثير، ولكن لن نطيل عليك أستاذ الكريم. حدثنا عن هذه التكنولوجيا الحديثة، يعني نحن نعرف كما ذكر دكتور حسنين أنه لهذه التكنولوجيا سلبيات وأيضا إيجابيات. التقدم السريع في هذا المجال إلى أي مدى يجعل من فئة الشباب والمراهقين مدمن عليها بشكل كبير هذه الأيام؟ نعم، في البداية تحية لك يا أستاذة وجدان، وتحية لضيفك الكريمين والأخوة المشاهدين جميعا. دعيني أتقدم بالتهنئة لك ولجميع المشاهدين بمناسبة العام الميلادي الجديد. أسأل الله أن يكون عام أمن وسلام على أهلنا في الوطن العربي جميعا وعلى العالم أجمع إن شاء الله. آمين. شكرا. يعني مما لا شك فيه أن ساعد التطور الكبير والسريع في الوسائل التكنولوجية المختلفة وانتشارها الكبير بين جميع المجتمعات على تركها لعدد من الآثار الواضحة على هذه المجتمعات. وعلى الرغم من الآثار الإيجابية التي يعني تسببت بها التكنولوجيا للمجتمعات، إلا أن الاستخدام الغير موجه لها في العديد من المجتمعات ساعد على تركها الكثير من الآثار السلبية. فالوسائل التكنولوجية الحديثة يعني كما يقال هي سلاح ذو حدين، وهنا كالعادة يعني تكمن فسحة كبيرة للنقاش بين مدرسة النظر الإيجابية للتكنولوجيا ومدرسة النظر السلبية. وصراحة أنا هنا كمختص في علوم الحاسوب يعني أحاول كباحث أحاول أن أقف دائما على باب الحياد في 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 التطور الذي يحدث. هناك تطور الذي يحدث في عالم التكنولوجيا والأجهزة الحديثة، سواء كانت أجهزة الحاسوب المحمول أو المحمول أو التابلت، هناك تصارع شديد جدا في تطور هذه التقنية. وللأسف الشديد العلم الكمبيوتر ساينس وعلم الحاسوب ليس بنفس الكفة أو ليس بنفس التصارع مع العلوم الإنسانية التي تبحث ما هي إيجابيات وسلبيات وتداعي هذا التصارع على المجتمع. فهنا نحتاج إلى وقفة شديدة جدا. يعني أنا كباحث في الحاسوب الآن على اطلاع على أبحاث في عالم الأجمنتد رياليتي أو الحقيقة المدمجة، وهي التقنية التي يلبس المستخدم النظارة ثم يرى عالم آخر. وهناك تطور شديد جدا في عالم التكست مايننج وتنقية
تخيب البيانات وتصارع هذه التقنيات، لكن صراحة كباحث في عالم الحاسوب لا أجد يعني الأبحاث الموازية التي تبحث مدى تأثر هذه أو مدى تأثير هذه التقنيات على المجتمع، سواء كان المجتمع الشبابي أو مجتمع الأطفال أو حتى العاملين البروفيشنالز. يعني في هناك أبحاث وهناك دراسات، ولكن مع تصارع يعني دائرة التكنولوجيا لا يوجد هناك يعني توافق ما بين العلوم الإنسانية التي تبحث في إيجابية وسلبية التكنولوجيا وعلوم الحاسوب المتصارع يعني سنوات ضوئية. ف يعني إذا أردنا يعني لا شك ولا خلاف أن يعني التكنولوجيا كتعريف حتى يعني تتضح الصورة، يعني هي مجموعة من الأدوات والآلات والأساليب التي تحدد أسلوب العمل اللازم لحل المشاكل التي يواجهها الإنسان، وبالتالي هي في نهاية اليوم وجدت لحل مشاكل وليس لعمل مشاكل ولوضع أزمات ولتأثر ولعمل تأثير سلبي على المجتمعات. العكس تماما، هناك قرصنة عبر هذه الوسائل، هناك سرقة، هناك سرقة بنوك أيضا. يعني تقدم التكنولوجيا للأسف يستخدمها البعض من المجرمين بطرق غير سوية وتؤثر على مجتمعاتنا، أليس كذلك؟ نعم، هذا جانب كبير جدا جدا، خاصة أن هناك عالم قد لا يعرفه المشاهدون أو كثير من المشاهدون يسمى الدارك انترنت، وهو الانترنت المظلم. هذا نحن لا نسمع فيه أو يعني الغير مختصين لا يسمعوا فيه، وهو انترنت يعني يقال حسب الأبحاث التي تخرج أن 10% من الانترنت اللي احنا بنعرفه اللي هو الانترنت المتاح للمستخدمين، ولكن هناك 90% مساحة 90% لا يعرفه المستخدمون، يسمى الدارك انترنت، يتم من خلاله عمل الجرائم الإلكترونية. طبعا هناك جوانب أيضا إيجابية للدارك انترنت، ولكن هذا يعني مجال ليس هناك رقيب ولا حسيب عليه، فيعني يكون هناك تصارع في الجرائم الإلكترونية والقرصنة إلى آخره. هذا جانب كبير، والجانب الآخر يعني من أثار التكنولوجيا السلبية وتصارعها السلبي هو تقطيع العلاقات الأسرية، التطبع بطباع جديدة غير يعني مناسبة للمجتمعات الشرقية، أيضا قد تسبب خمول العقل إذا ما قننت في استخدامها وإذا ما استخدمت يعني بشكل موجه وتم الاعتماد المفرط عليها، خاصة للطلاب والشباب الدارسين في الجامعة. يعني أنا في طلابي في الجامعة استخدم هذه التقنيات حتى يكونوا مندمجين معي في الدرس، أحيانا نستخدم الكثير من الأمور التقنية، ولكن لا أنصح الطلاب بالإفراط فيها لأنه هذا يسبب في خمول وتقاعس وهبوط في مستوى التحصيل. أستاذ محمد، سأعود لك للحديث عن أمور أخرى. إذن كما ذكر أستاذ محمد يجب استخدام هذه الأجهزة بطريقة موجهة. يعني هل في هذا العالم المزدحم والمليء بالانشغالات ممكن توجيه المستخدم تحديدا سن الأطفال والمراهقين؟ صحيح، شكرا جزيلا. هي المشكلة أكبر بالنسبة للأطفال والأحداث اللي ممكن أحيانا صعب السيطرة عليهم، وأحيانا ممكن يعني الوالدين هم ممكن ينطوهم الأجهزة الإلكترونية، يعني حتى ممكن ننمي قدراته الفكرية والذهنية، وأيضا ممكن يعني حتى يعني يلتهي بوقته بالبيت، لكن يكون يعني لها حد، يعني لازم تكون في رقابة من الأب والأم شديدة على هذا الموضوع، مثلا تحديد وقت معين نص ساعة أو ربع ساعة أو ساعة للأطفال لمشاهدة أو لاستعمال هذه الأجهزة. وهذا ما ينصح فيه الكثير من العلماء، أنه ساعة في اليوم تكفي للطفل. صحيح. صحيح. ليس أكثر. صح. طيب دكتور، مسألة أخرى، وأنت متخصص في الطب النفسي الجنائي، مشكلة الجرائم اللي ترتكب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يمكن هنا في بريطانيا في قوانين يعني تحكم هذه الظاهرة الخطيرة، ولكن في بلاد أخرى الإنترنت مفتوح مواقع التواصل هاي الافتراضية موجودة، تكثر الجرائم بعتقد. أكيد أكيد، يعني مش من السهولة الوصول إلى المجرم، أم هي بالسهولة يعني في بلد مثل بريطانيا؟ مو بسهولة إلا إذا كان يعني الضحية مثلا أو أقارب الضحية يبلغ عن هذه
النشاط الانترنت او الالكتروني المشبوه مثلا، يعني مثلا في جرائم جنسيه ممكن يعني تصير على الانترنت. نعم. مع الاطفال، مع الاحداث، مع القصر، او احيانا بعض المرضى اللي عندهم مثلا قصور عقلي، في ناس ممكن تاثر عليهم بالانترنت، يجذبهم ل يعني اجراءات مثلا يعني افلام جنسيه او افلام مخله بالشرف، او تصويرهم ايضا، او تصويرهم. نعم، او ممكن يجذبهم الى مثلا مواعيد خارج البيت او اجتماعات خارج البيت، واللي تكون بضحيتها يعني نتيجه الطفل او الحدث. ايضا مثلا يعني مثلا هم حتى الكبار احيانا يقعوا ضحيه هذه المشكله. طبعا اي اكيد اكيد. هم يعني الاطفال كمجموعه يعني تتاثر اكثر بسبب يعني عمرهم وعاطفتهم. أكيد أكيد، لقلة التجربة يعني في الحياة. صح. أعود مرة أخرى إلى الأستاذ محمد، يعني موضوع مراقبة هذه الجرائم، هل بالإمكان بالفعل يعني من خلال التقنيات الحديثة معرفة مرتكبي هذه الجرائم، إذا كانت الجرائم الجنسية أو المالية أو غيرها؟ يعني في هذا علم يسمى في علوم الحاسوب السايبر سيكيورتي، أو يعني أمن الفضاء كما يقال. نعم. هذا علم كبير جدا، وتوصل الى درجات عاليه جدا جدا من الدقه. ففي من وجهه نظري انه نعم، يمكن تحديد وتطويق هذه الجرائم ومتابعه المجرمين، ولكن تحتاج الى امكانيات عاليه والى متخصصين يعني عالي المهنيه في هذا الموضوع، لانه علم الامانه معقد جدا، ولكن ممكن ويستخدم حاليا في بعض الحكومات كحكومة بريطانيا، ويستخدم بكثرة في حكومة دبي، لأن أنا متابع برضو للحكومات الإلكترونية، يتم متابعة الأمور الإجرامية لدرجة يعني في بعض الحكومات تستطيع منع بعض تصفح المواقع، ولكن هناك بعض التقنيات زي الـ VPN أو تقنية تغيير البروكسي يسمح للمستخدم أن يدخل هذه المواقع، ولكن مثلا في حكومة دبي حاليا يتم تغريم من يعني يخترق هذه القوانين أو يخترق هذه المواقع ويتصفحها بدون يعني الطرق يعني المتاحة، يتم تغريمه وتعتبر كجريمة إلكترونية. فنعم، إلى حد كبير جدا يستطيع العلم ويستطيع يعني التقنية أن تراقب هذه الجرائم التي تحدث على الإنترنت، ولكن كما ذكرت تحتاج إلى إمكانيات عالية وتحتاج إلى أيدي مهنية متخصصة عالية جدا، وهذا قد لا يتوفر في وطننا العربي وفي حكوماتنا في الدول العربية، يعني لتواضع الإمكانيات لديهم. واضح أنه في الآونة الأخيرة تحديدا في الدول الغربية هناك اهتمام كبير بما يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وممكن أن نقول عنه مراقبة للنشطاء وما يتحدثون عنه، أو مراقبة الإرهابيين حسب تعبيرهم، أنه من خلال هذه المواقع يتم تسريب بعض الرسائل والمعلومات التي تدلل على وجود ناس مرتبطين بقنوات إرهابية. ربما كما ذكرت هذه الأمور تحتاج إلى مختصين، هل من خلال متابعتك في الدول العربية لدينا هذه الكوادر التي تساعد في كشف هذه النشاطات؟ يعني صراحة كما ذكرت يعني الأمر في بدايته في الدول العربية، ولكن أنا دائما أنظر إلى الحكومات التي طورت حكومات إلكترونية كاملة، يعني من الممكن أن يقال أن لديها حكومات إلكترونية مثل بعض دول الخليج. فأنا دائما متابع للأمور، لأنه إذا لديك حكومة إلكترونية لابد أن يكون هناك قانون يوجه ويحكم العمليات التي تسري في ضمن الحكومة الإلكترونية. فالأمانة في بعض دول الخليج نعم هناك يعني تطور ملحوظ في هذا العلم وسن القوانين ومتابعة يعني المستخدمين الغير يعني المشتبه فيهم أو إلى آخره. لكن دعينا أنوه إلى نقطة في علم الـ early awareness، أو يعني توقع حدوث الجريمة. هذا موجود بشكل يعني متطور في الدول الغربية من خلال علم يسمى الـ text mining، وهو تنقيب البيانات. مثلا إذا تم ذكر معلومة معينة عبر التواصل الاجتماعي، هناك لوغاريتمي algorithms تقوم بفهم وقراءة هذه البوستات أو هذه المداخلات التي تتم على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كان فيسبوك أو تويتر إلى آخره، تتم ترجمتها وتتم تنقيب البيانات فيها،
يتم معرفة ما هو الموضوع الذي تم التحدث عليه، وما هو حتى لدرجة يتم توقع ما هي نية الكاتب، هل ينوي مثلا عمل جريمة أو هل، طبعا هذا كله بناء مبني على علم اسمه البيج داتا أو تنقيب البيانات في الباتا في المعلومات أستاذ الكبيرة. محمد، وكأنه الواحد يشعر أنه هذه المواقع، خاصة مواقع مثل الفيسبوك أو تويتر أو مواقع أخرى، كلها وكأنها هي أصلا نافذة مفتوحة، يعني تعري الشخص وحياته الشخصية، يعني أي إنسان ممكن يدخل على أي صفحة لأي إنسان ويعرف طريقة تفكيره، كيف يفكر، من هم أصدقائه، ما هي نيته، مشاريعه، أصبح الأمر بسيط جدا يمكن، أليس كذلك؟ هذه قضية من القضايا الخطيرة جدا، ويعني من الواجب التوعية إليها. يعني أنا أشكرك على هذه الحلقات والبرامج التي توعي المستخدم العربي، لأنه صراحة كثير منا أو من المستخدمين يقوم بوضع بعض التفاصيل الدقيقة حتى عن حياته، وينسى يعني تحديد البرايفسي أو يعني الخصوصية في البرامج. يعني هناك طرق حتى يتم يعني التخلص من أمور التجسس عن طريق يعني وضع حدود من خلال البرنامج نفسه للخصوصية، ولكن ليس كل المستخدمين على اطلاع عالي وعلى ثقافة عالية في أمور التكنولوجيا، لذلك المعظم يقوم ببث الكثير من التفاصيل الحياتية الدقيقة جدا التي تؤدي إلى وقوع جرائم من يعني سبحان الله. هناك أناس يعني مرضي النفسية يقوم بالتجسس، يقوم بمعرفة إذا كان أحدهم سافر، إذا كان أحدهم في البيت، لأنه كثير من يعني من المستخدمين يقوم بوضع معلومات، أنا الآن في المتجر، أنا الآن في المطار، مسافر إلى البلد الفلانية، أقضي إجازة جميلة، هذه صوري، هذه صور عائلتي، وهذا بالتأكيد يعني يقوم بكشف الكثير من المعلومات الدقيقة، لدرجة هناك يعني قضية حدثت أن أحد الأخوة نزل صورة تذكرة الطائرة تبعته مسافر إلى هوليدي، وتفاجأ بأن أحد الأشخاص أخذ الرقم من المتخصصين من يعني من الذي لديها يعني خبرة في هذه الأمور، ما أخذ رقم التذكرة وتم السفر عليه على أنه هو المسافر، وتم السفر يعني فراح درجة التزوير. يا سبحان الله، صحيح. سوف أعود لك أستاذ محمد، لن نتأخر عليك. إذن دكتور حسنين، تحدثنا عن موضوع يعني هذه الحسابات وكيف أنه أصبحت مكشوفة، يعني حياة الإنسان الشخصية أصبحت مكشوفة للكثيرين، يعني ومن السهولة مراقبة تحركات أي إنسان، وربما هذه المسألة تساعد الأجهزة الأمنية في العديد من الدول على معرفة المطلوبين. يعني صحيح صحيح، هو مثل الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي لازم تكون هي وسيلة للتواصل والتعرف والعلاقات بين يعني مختلف الأصدقاء والعوائل، لكن مع الأسف لها مضار ولها أعراض جانبية، خلينا نقول ممكن تأثر بشكل سلبي على الأشخاص وعلى المجتمع بصورة عامة. نعم، اسمح لي سيد الكريم، سأنهي مع أستاذ محمد لأنه يجب أن يذهب. أستاذ محمد، يعني سؤالي لك، التقنيات الإلكترونية الحديثة يعني أصبحت وسيلة، خاصة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وسيلة للشهرة وجمع الأموال. نحن نرى الآن شباب وأطفال يعني في سن المراهقة هم يعتبروا من النجوم الآن، ولديهم شعبية وجماهير عريضة، وهم يعني أصبحوا أغنياء لنقل يعني ماديا. نعم، يعني هذه من الأمور التي يعني حتى أنصح بها المراهقين بشكل عام أنهم يهتموا فيها، يعني بدلا من أن يقضوا وقت طويل جدا في أمور يعني لا تجدي ولا تنفع. في هناك من الأمور من يعني الفسحة الكبيرة المتاحة لأي شخص أن يقوم بجمع المال الحلال، وب يعني سواء كان مثلا باستخدام الإعلانات التي تظهر على موقع جوجل أو المواقع السيرش إنجن الأخرى، فهناك فسحة كبيرة للناس وللمراهقين وللشباب أن يتوجهوا وأن يعني يجمعوا المال الحلال. وهناك نماذج كبيرة جدا في الوطن العربي، يعني هناك كثير من النماذج من الشباب والمراهقين الذين اهتموا بصفحاتهم على اليوتيوب وقنواتهم، وتم جمع الأموال ويعني عمل ثروة في سن
تقدموا فائدة للمجتمع على كل حال. أشكرك أستاذ محمد بهجت المحاضر والباحث في مجال علوم الكمبيوتر، كنت معنا من لندن، شكرا على هذه المشاركة. أذهب الآن إلى تونس مشاهدين الأكارم، معي من هناك الدكتور عبد الستار السحباني رئيس الجمعية التونسية لعلم الاجتماع وأيضا أستاذ جامعي وعالم اجتماع تونسي. أهلا وسهلا بك دكتور عبد الستار. دكتور عبد الستار أهلا وسهلا بحضرتك وعذرا على التأخير. نتحدث اليوم عن إدمان التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على المجتمع. برأيك الشخصي وأنت عالم اجتماع، كيف تؤثر هذه التكنولوجيا الحديثة السريعة والتي كان الهدف منها هو التواصل بين الناس، كيف تؤثر بشكل سلبي على مجتمعاتنا؟ دكتور عبد الستار، يبدو أنه في مشكلة في الاتصال، سوف نعيد الاتصال بك مرة أخرى. إذن سيد الكريم، إذا ما تحدثنا عن النواحي الصحية لهذه المشكلة، متى يصبح استخدام هذه الأجهزة إدمان ومرض يعني ممكن علاجه؟ صحيح، صعب، هي ممكن يعني ممكن تعرفين شو وقت يصير إدمان، لكن لما يكون مثلا فترة مشاهدة هذه الألعاب الإلكترونية وألعاب العنف أو استخدام الأجهزة الإلكترونية لفترة طويلة، يعني ساعات، خلينا نحكي مثلا باليوم الواحد، استخدامها بشكل يومي بشكل مستمر، هذه ممكن نقول عليها يس، يعني هي انه هذه مؤشر، يعني مؤشر انه قد يكون هذا ادمان او تعود على استخدام هذه الاجهزه الالكترونيه اللي نعم. لها مضار صحيه كبيره يعني. نعم، مضار صحيه، يقال انه زياده الوزن عند الاطفال، اليس كذلك؟ واحده من الاسباب الصحيه اكيد، يعني اذا قلت الحركه وممكن يعني تناول الوجبات اثناء يعني مشاهده التلفزيون او الاجهزه الالكترونيه. نعم، يقال انه له تاثير ايضا على الدماغ والتركيز. أكيد في بحوث كثيرة ودراسات كثيرة بهذا الموضوع، ويعني بعض اجت بنتائج مختلفة. أغلب الدراسات تأكد أنه هذه الأجهزة خاصة بالليل تأثر على مادة الميلاتونين بالدماغ اللي هو الهرمون المسؤول عن النوم. نعم، فهذه الأجهزة الإلكترونية أو الإضاءة المنبعثة منها خاصة بالليل أو بالمساء تقلل من كمية الميلاتونين بالدماغ، فتأثر على النوم، فتشوفين الطفل أو الشخص يجد صعوبة بالنوم، يعني يظل مثلا قاعد للساعة بعد نص الليل 3-4 الفجر، هو بعد يلعب انترنت وما يعني عنده يعني واجه مشاكل بالنوم. واضح انه الان يعني اصبحت بعض الدول تهتم بهذه الناحيه وتدرك مدى مخاطر استعمال هذه الاجهزه، لدرجه انه في كثير من الاعلانات والفيديوهات اللي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي لطيفه حقيقه. يعني هناك فيديو لجد وجده، تاتي العائله لزيارتهم وهم واقفين على الباب فتشوهم طبعا، يعني اذا حاملين موبايل بحط الموبايل بقلب السله، ممنوع يدخلوا على البيت وهم معهم الموبايل، حتى يعني يقضوا اوقات حلوه مع بعض ويكون في تواصل مع بعض ويستطيعوا انه ينظروا في عين بعض. وهي المشكله طبعا، مشكله النظر صحيح. يعني تشتكي منها الكثير من الزوجات، يعني بقول لك لما تتحاور مع زوجها الست بالبيت بيكون حامل الموبايل وبرد عليها، شوف لوين وصلت الازمه يعني. هي مع الكل يعني، مو بس يعني زوجات، اغلب الناس حاليا تستعمل الاجهزه الالكترونيه، فالخوف انه بالعقود القادمه مثلا انه ياثر على العلاقات الاجتماعيه بين الناس اللي راح يلجؤون بس للاجهزه الالكترونيه بدل العلاقات اللي يعني الفيس تو فيس كونتاكت والهيومن كونتاكت. للاسف يعني أكيد الناس بتستفيد من المعلومات، اللي المعلومات متوفرة وموجودة في كل مكان، ولكن أعتقد أنه من الصعوبة العودة إلى تلك الأيام حيث كان التواصل الحقيقي بين الناس. اسمح لي أذهب إلى تونس مرة أخرى، معي من هناك دكتور عبد الستار السحباني رئيس الجمعية التونسية لعلم الاجتماع. أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية نتحدث عن إدمان التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على المجتمع سيد الكريم، من خلال تخصصك وتجربتك، برأيك إلى أي مدى تؤثر هذه التكنولوجيا في التواصل بين الناس؟
شكرا على الاستضافة. نحن نعيش مرحلة جديدة، مرحلة جديدة من الروابط الاجتماعية. التكنولوجيا الحديثة فتحت مجالات جديدة وهي الروابط الاجتماعية الافتراضية، وهي ما كانتش موجودة في السابق بالمرة لا شيء إلا لتطور هذه التكنولوجيا الحديثة. الروابط الاجتماعية الافتراضية تعني أنه ندخل في علاقات اجتماعية غير مادية مع أطراف، مع أشخاص ينجموا يكونوا في بلايس أو في أماكن بعيدة. نعم. وشفنا أنه ما مدى تأثير هذه الروابط الاجتماعية الافتراضية على عديد الظواهر مثل الإرهاب مثلا. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنا أشاطركم الرأي أنه المشهد التواصلي تغير وتغير بشكل كبير، وهذا لا يعود لأن هناك تكنولوجيا حديثة أو تكنولوجيا جديدة، بل لسوء استعمال هذه التكنولوجيا الجديدة. يعني في المقررات الدراسية بتاعنا وفي البرامج الإعلامية بتاعنا وفي تأهيل الأسر بتاعنا من أجل حسن التعامل مع هذه التكنولوجيا، هذه أشياء لم تتم إلى الآن. لذلك هناك سوء استعمال لهذه التكنولوجيا، ويمكن لهذه التكنولوجيا أن تفرض يعني انعكاسات وآثار سلبية كبيرة وكبيرة جدا. نعم سيد الكريم، عندما نتحدث عن عدم التوجيه الصحيح في استخدام هذه الأجهزة، المشكلة أنه كل شيء صار الآن يتم من خلال هذه الأجهزة. يعني الدراسة، الطالب الذي يريد أن يدرس يستعمل الأجهزة، العمل كذلك، متابعة الأخبار، توثيق المعلومات، يعني حتى وكالات الأنباء ووسائل الإعلام أصبحت هذه الأجهزة أو هذه المواقع، مواقع التواصل، مصدرها الرئيسي في أخذ الكثير من المعلومات. يعني أصبحت هذه الأجهزة تعتبر كل شيء مثل الماء والهواء بالنسبة للإنسان اليوم. لا هذا صحيح، هذا نحن لا يمكن أن نرفض هذه التكنولوجيا الآن، ولا يمكن أن نقول أن هذه التكنولوجيا يعني كيف يمكن أن نتخلص منها، لأن العودة إلى الوراء هذا من الأشياء الغير ممكنة والمستحيلة. لكن الإشكال الكبير هو كيف يمكن أن نؤهل وأن نحسن المجتمع لحسن التعامل مع هذه التكنولوجيا. على قدر كثافة حضورها في سلوكنا اليومي، على قدر كثافة تعاملنا بها، أيضا على قدر كثافة سوء استعمالنا لها، لأنه هي كتكنولوجيا. نحن سيدتي الكريمة نعيش فجوة رقمية كبيرة جدا. نعم. ومن مظاهر هذه الفجوة الرقمية هو أننا لا نتعامل بشكل جيد مع هذه التكنولوجيا، فهي مصدر معلومة وليست مصدر للمعرفة. نحن لا نوظفها في المعرفة بقدر ما نوظفها في المعلومة، نحن في مجتمع معلومات. ولذلك كان تأثيرها سيء أكثر من مجتمعات أخرى. وهنا حين أقول أن ضرورة تكثيف البرامج والدورات التكوينية بالنسبة للتلاميذ والطلبة، وضرورة تكثيف الإحاطة بالأسر، يعني هذا يمكن أن يفتح مجالات أكبر وأوسع لحسن التعامل مع هذه التكنولوجيا وتوظيفها بشكل سليم، خاصة أنها أصبحت من مكوناتنا الأساسية. يعني يمكن أنا أقول الطلبة أحيانا لو غادرت البيت ونسيت الهاتف الجوال ماذا تفعل؟ يعني تقريبا نسبة 99% يقول لك سنعود إلى البيت. يعني يمكن حتى تضحية بتاع الدرس من أجل كمبيوتر أو من أجل هاتف محمول. يعني هذا يعكس ما مدى أهمية هذا الحضور في سلوكنا. إذا كيف يمكن بالرغم من ذلك من أن نؤهل أنفسنا ونؤهل هياكلنا ومؤسساتنا من أجل التعامل الجيد والسليم؟ وهناك خبرات يعني في علوم الإنسانية بشكل خاص يمكن أن تفتح المجال في هذا الباب. نعم دكتور عبد الستار، يعني هناك مشكلة أخرى وهي مشكلة ترتبط بشكل أو بآخر بمسألة التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تسببها بشكل كبير في لنقل التفكك الأسري إن صح التعبير. برأيك إلى أي مدى بالفعل سببت هذه الأجهزة والتواصل من خلالها مع الآخرين تفكك أسري؟
يعني بالنسبه لقضيه التفكك الاسري هذه مش ليست ظاهره حديثه. نعم. وترتبط بالضروره بهذه التكنولوجيا. يمكن لهذه التكنولوجيا ان تكون عامل له تاثير، لكن بكل حالات فيها تاثير يعني ماهوش ليس تاثير كبير. قلنا نفس الاشياء مع المذياع، قلنا نفس الاشياء مع التلفزيون، قلنا نفس الاشياء مع اللقطات وقت يهمنا، ونقول ذلك مع انترنت. يعني كل ما هناك تحول جديد الا ونعتقد ان هذا التحول يمكن ان يعكس اثارا سلبيه على مجمل العلاقات الاجتماعيه. نعم. اسمح لي دكتور عبد الستار. الان نعم دخلنا او انخرطنا بشبكه جديده من العلاقات. نعم. اسمح لي دكتور عبد الستار، سوف أعود إليك. دعني أشرك ضيفنا الدكتور حسنين الطيار في الاستوديو، أستاذي الكريم. مسألة التغرير بالأطفال والمراهقين مسألة شائعة كثيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هناك مشكلة حقيقية، الطفل بطبعه يتأثر بما يشاهد وربما يقتنع ويقلد، وهذه مسألة خطيرة، يعني بحيث سمعنا الكثير من المصادر التي تقول أن الكثير من هؤلاء الشباب في سن المراهقة انضموا إلى جماعات إرهابية هنا وهناك بسبب هذه المواقع والتواصل أو ربما الاقتناع بالأفكار التي تنشر من خلال هذه المواقع. صحيح، مثل ما تفضلتي كثير جرائم تصير عن طريق الإنترنت، يعني منها الإرهاب، مراهقين وأحداث وناس اللي هم مثلا يعني ما عندهم هذه القابلية الذهنية مثلا للتواصل، واللي يعني مو ناضجين بشكل معين، أو استيعاب الصح والخطأ. الصح والخطأ بالضبط، أو اللي يشوفون هم جهة واحدة من المعادلة اللي هي مثلا الجهة الإرهابية، وينجذب إلها لسبب أو لآخر. مثلا يمكن يكون قاعد بالبيت ويشوف هذه القنوات الإرهابية، أو يتصل مع ناس مشبوهين، ومع الأسف يغرروا ويسحبوا إلى يعني مشاكل لا تحمد عقباها بعدين. يعني قد يشترك بجماعة إرهابية أو يغادر البلد ويروح إلى مكانات مشبوهة، وصارت يعني مثلا ببريطانيا ودول ثانية. يعني في ناس حتى ما تروح ممكن، بس تتعلم مثلا كيف ممكن او شلون ممكن تصنعين سلاح او جهاز تفجير او قنبله يدويه. هذه جريمه بحد ذاتها، يعني هذه اذا الشرطه عرفت بها الشخص اللي يشاهدها، حتى لو كان هو يجوز نيته يعني طيبه او ما ناوي يعمل شيء، بس هذه بالقانون ممنوعه. طبعا القناه او الموقع اللي يبث هذه المشاهد اكيد راح يكون تحت المراقبه او تحت السيطره، لكن مثل ما تفضل الاخ بجت صعب، يعني يراد لها يعني تقنيات كبيره وامكانيات هائله حتى تراقبين وخبراء حتى تراقبين كل جهاز كمبيوتر، يعني ممكن باي مكان بالعالم، ممكن يبث من كوريا، من اليابان، من روسيا، من اي مكان. فصعب تمسكي هذا الجهاز او الشخص المعين، لكن الضحيه راح يكون الشخص اللي يشوفها او اللي يتعلم كيف ممكن يصنع جهاز تفجيري او جهاز كيف ممكن يؤذي الناس او يؤذي نفسه مع الاسف. يعني اذا ما تحدثنا عن الجانب النفسي للموضوع دكتور حسنين، يعني الادمان هل ممكن علاجه في تغيير العادات والسلوكيات، ام تحديدا كيف يمكن التخلص، خاصه مع الدراسات الحديثه التي تشير انه هذا امر من الممكن علاجه ولكن بالتخفيف من ساعات المتابعه لهذه الاجهزه او المشاركه فيها؟ صحيح، هي يعني المسألة هذه صعبة، يعني صعب ممكن مع الطفل ممكن قد تجيب نتائج أكثر، لكن مع شخص بالغ مثلا صعب تسيطرين على مشكلة الإدمان. يعني هي طبعا تسيطرة أو تقنين عدد ساعات المشاهدة كل يوم، هذا من أهم العوامل. ممكن استعمال الإنترنت مثلا بالأطفال والمراهقين كمكافأة، مثلا إذا ابنك أو طفلك يعني سوى شيء زين بالبيت مثلا، او جاب معدل بالدراسه، او عمل شيء ساعد بالبيت، ممكن تنطيه نص ساعه زياده او ربع ساعه، يعني تكون كحافز للطفل حتى يسوي شغلات احسن بالمستقبل. نعم، هناك دراسه حديثه لمؤسسه جالوب الامريكيه للابحاث تقول انه المستخدمين بينت ان المستخدمين يتحققون من هواتفهم 34 مره في اليوم، و81% يبقون هواتفهم بالقرب منهم، و63% يتحققون من هواتفهم حتى اثناء النوم. هي مشكله كبيره، تصور حتى اثناء النوم. اثناء النوم صحيح. يعني برايك شو هذا، مش ادمان؟
هو هذا إدمان نعم، لكن هو يعني ممكن إحنا نقول فيه يعني هي ممكن ثلاث شغلات هي الإيجابية لهذه مواقع التواصل. ممكن تستعملها للتعلم، يعني هي كوسيلة للتعلم، أخذ معلومات عن أي شيء ممكن بالعالم يكون عندك خلال ثواني. ممكن تواصل مع الناس، مع الأصدقاء، مع العوائل في مختلف أنحاء العالم. والشغلة الثالثة علاج، يعني ممكن تستخدمها كعلاج. إذا تروحين على يوتيوب فيديو مثلاً في العلاج النفسي السلوكي، في الأونلاين سي بي تي، شغلات يعني مثلاً كمثال معين تثقيفية وعلاجية أيضاً للناس المصابين بالاكتئاب أو بالقلق أو يعني أمراض نفسية ثانية. في مثل ما تفضلتي في دراسات كثيرة عن هذا الموضوع، ومع الأسف تأثر أحياناً يعني على تولد بعض السلوك العدواني أو السلوك يعني الاندفاعي عند بعض الناس، خاصة مع طول فترة المشاهدة لبعض أفلام العنف مثلاً أو هاي الفيديو جيمز اللي تكون عنيفة وفيها مشاهد قتل. لاحظوا أنه بعد مثلاً دقائق إلى نص ساعة تكون استجابة الشخص أو الريسبونسز أو رد فعل الشخص تكون بشكل عنيف أكثر من الشخص اللي ما تعرض للفيديو جيمز العنيفة. فهذه الأعراض تختلف، يعني قد تستمر لدقائق أحياناً لساعات طويلة بعد المشاهدة. نعم، وأيضاً لها تأثير كبير على العلاقات الزوجية، يعني خاصة الاستخدام الكثير لها. أكيد يعني العلاقات الزوجية أو أي علاقة بشرية لما تكون فيها يعني الاستخدام الإنترنت أو الجهاز الإلكتروني كبديل ما يعني عن العلاقة بين شخص لشخص ثاني أكيد راح تأثر. يقال أنه لهذه الأجهزة واستخداماتها الكثيفة والمتكررة هناك آثار سلبية على الدماغ. يقال أنه حتى لا يشعر الإنسان بالقلق عند النوم، يعني يستخدم هذا الجهاز أو الموبايل لنقل أو المحمول قبل يعني يتركه قبل ساعة من النوم، هكذا ينصح يعني، وأنه يتم إبعاده عن مكان النوم لمكان بعيد حتى لا تؤثر الموجات الكهرومغناطيسية. إلى أي مدى هذا بالفعل يساعد الإنسان؟ صحيح. حتى بعض الناس يعني الموجات الكهرومغناطيسية هذه مثبتة، إنه الأجهزة الإلكترونية بصورة عامة يعني الآيباد أو الموبايل فيها هذه الموجات اللي تأثر بشكل سلبي على الدماغ، وأحيانا تمنع النوم أو تقلل تزيد من مشاكل النوم عند الناس بصورة عامة، يعني مو بس الأطفال، لكن الأطفال والمراهقين هم الأكثر عرضة لهذه المشاكل. نعم. اسمح لي دكتور حسنين أذهب مرة أخرى إلى تونس. دكتور عبد الستار ما زلت معنا؟ نعم. إذن هل سمعت الحوار دكتور؟ دكتور عبد الستار. نعم. هل لك ما تضيف؟ تحدثنا عن الآثار السلبية التي قد تتسبب بها هذه الأجهزة بالنسبة لصحة الإنسان. أود أن أسألك عن الوضع الاجتماعي إن كان داخل الأسرة أو خارجها، يعني نحن نستمع إلى أنه المستخدم لهذه الأجهزة بشكل كبير إن كان للعمل أو للتسلية أو للترفيه، في نهاية الأمر هو يعني يصبح معزول عن المجتمع وما يحيطه، يعني يصبح في عالم آخر ليس بينه وبين الواقع أي تواصل من قريب أو بعيد. رأيك بذلك؟ يعني صحيح لو ننظر إلى الإشكال من منظور التقليدي. نعم. من منظور التقليدي نعم، الذي يستعمل مثل هذه التكنولوجيا يمكن أن يعزل عن المجتمع، لكن لو ننظر إلى هذه الإشكالية من زاوية أخرى فنحن نرى أن إذا كان الجميع يستعمل هذه التكنولوجيا فكيف يمكن للجميع أن يكون كل واحد معزول عن الآخر؟ نعم. يعني كما ذكرت الأول نحن دخلنا في شبكة من العلاقات من الروابط الاجتماعية الافتراضية، ودخلنا في علاقات اجتماعية أخرى جديدة تتأسس على الناس، وهذه العلاقات الآن يمكن نرى مظاهرها السلبية، لكن بالأكيد أن في الجيل القادم أو الجيل المقبل لن يرى المسألة بنفس الزاوية، لأن نحن نخلص من ثقافة تقليدية وننخرط في ثقافة افتراضية أخرى جديدة. نحن ننخرط في ثقافة رقمية جديدة، والانتقال من حالة إلى حالة أخرى يمكن أن يكون موجعا ويمكن أن تكون له آثار سلبية عديدة، ولكن بالنسبة للأجيال القادمة لا أعتقد أنهم سينظرون إلى المسألة من هذا
الزاوية، هذا من ناحية. من ناحية الأخرى نحن وإن كثرة استعمالنا يعني أن هناك البعض الوظيفي، وهذا البعض الوظيفي هو بعض هام جدا، فيمكن أن ننسب المسألة، وإذا نسبنا المسألة يمكن أن نفهمها أكثر. نعم، يعني دكتور عبد الستار، يعني هناك تعلق المفرط كما يقول بعض الأخصائيين في هذه الأجهزة، يؤدي إلى مشكلات اجتماعية وصحية ونفسية كثيرة وخطيرة، يحذر منها الكثير من العلماء. ويعني هناك مقارنة أنه من قام بتصميم هذه الأجهزة يعني هو قام بتصميمها من أجل تسهيل العلاقات بين الناس وليس بتعقيدها كما نراه اليوم، رأيك بذلك؟ دكتور عبد الستار تسمعني؟ يعني عندما نتحدث عن هذه الأجهزة، هذه الأجهزة حينما صممت كان الهدف منها تسهيل التواصل بين الناس، ولكن ما نشهده الآن هو العكس تماما، وكأن هذه الأجهزة تحولت إلى أجهزة تدمر حياة الناس. أنا لا أوافق على هذا الرأي. أعتقد أنه هذه الأجهزة مع ذلك تساهم في تقديم عديد الحلول وتقدم خدمات كثيرة للناس، ولولا هذه الخدمات ولولا هذه الحلول لا تتطورت هذه الأجهزة، ولا ما تقريبا أنا تلقى مجتمعات، كل المجتمعات تقريبا تستعمل الجوال، وكل المجتمعات تستعمل التابلت، وكل المجتمعات تستعمل الكمبيوتر الآن. يعني إذا كانت المسألة سلبية لهذه الدرجة، لماذا هذا كل هذا الانخراط الكثيف والمكثف؟ أعتقد أن هناك أيضا نواحي إيجابية. يعني ساعي البريد في شكله التقليدي ما عادش موجود في مجتمعاتنا الآن. بطاقة البريدية ما عادش موجودة، الرسائل ما عادش موجودة، لكن هذا لا يعني أنه هذه الأشكال ذهبت واندثرت، ولكنها أخذت أشكال جديدة. صحيح دكتور عبد الستار، ولكن انعدم التواصل الاجتماعي، الحميمية بين الناس، التقارب، السلام، يعني في كثير أمور افتقدناها في مجتمعاتنا الآن بسبب هذه الأجهزة. صحيح أن لها أثار إيجابية، ولكن في نفس الوقت هناك أمور يعني من المفترض، يعني هي من تجمع الأسر، من تبني العلاقات الاجتماعية. يعني حتى بالنسبة للمراهقين أصبح الآن صار من الصعوبة بمكان أن يتحدثوا يعني بطلاقة، صار عندهم مشكلة في اللغة وفي التعبير عن آرائهم بسبب سهولة استخدام هذه الأجهزة اللي ممكن أن يصلوا إلى أي شيء من خلالها. يعني صحيح، لكن خليني أقول أنه الإشكال ماشي في التكنولوجيا، الإشكال في آليات تطور هذا المجتمع. يعني المجتمع تطور بشكل تفككت البنية التقليدية وانخرط في نوع من الفردانية، آلية من آليات الفردانية هو هذه التكنولوجيا. يعني لو كان مجتمع أكثر تماسك لكنا استعملنا أيضا هذه التكنولوجيا من أجل دعم هذا التماسك الاجتماعي. صحيح. لكن الإشكال ليس في التكنولوجيا بل صحيح في تفكك المجتمع. تفكك المجتمع هو نتيجة هذه الفردانية وهذه النعرات الكثيرة التي جعلت من كل إنسان ينظر إلى العالم من خلال من زاويته فقط. صحيح. في المجتمعات الغربية، وأنتي في مجتمع غربي. نعم. يعني المجتمعات الغربية تطورت مع ذلك نسيج جمعياتي كبير. نعم. هذا النسيج الجمعياتي الكبير غير متوفر لدينا. نعم. لم نستطع توفير هذا النسيج الجمعياتي بسبب ديمقراطيتنا وبسبب المهم أن هذه الفردانية المفرطة في المجتمعات الغربية سيرتها تطور في النسيج الجمعياتي. والنسيج الجمعياتي هو ليس نسيج تقليدي بل هو نسيج يمكن أن ينخرط في المجتمعات التعاقدية. نحن لا نعلم إن كنا مجتمعات تقليدية أو مجتمعات حداثية، ولكن في كل الحالات لسنا مجتمعات تعاقدية. لذلك فإن أثار هذه التكنولوجيا هي أثار في هذا الجانب أتفق معك هي أثار سلبية،
بل ويمكن ان تكون مدمره احيانا. نعم، اسمح لي دكتور عبد الستار، ساعود لك بعد قليل، اعود مره اخرى للدكتور حسنين. يعني كما ذكر دكتور عبد الستار انه الاشكاليه مش في التكنولوجيا، الاشكاليه هي يعني قد تكون بسبب بعض ايضا العادات والتقاليد والسلوكيات اللي هي اصلا موجوده اصلا في مجتمعاتنا. وذكر ايضا قد يكون احيانا قله التماسك هو السبب اذا كان في الاسره. مجتمعاتنا بشكل عام يعني حتى الكثير يقولون انه لم نكن مستعدين للديمقراطيه عندما هبت الثورات العربيه، يمكن هذا ينطبق ايضا على عالم التكنولوجيا هذا الجديد وكيف تعاملنا نحن معه ونحن غير مستعدين للتعامل معه يعني كمناطق عربيه. صحيح، هي يمكن تأثيرات هذه الثورة الإلكترونية ما راح تكون مبينة حاليا، ممكن بعد بالسنوات القادمة بالعقود القادمة تبين أكثر على وتأثيرها على العلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية بين الناس. مثل ما تفضلتي قد يكون إحنا ما مستعدين للديمقراطية ولا راح نكون مستعدين لها ولا لثورات كبيرة مثل هذا من هذا النوع. يعني أحب أوضح إنه مو بس هي يعني مو لازم دائما نلوم التكنولوجيا انه هي هذه التكنولوجيا، لا، هو احنا اللي المفروض نسيطر على التكنولوجيا او ناثر على التكنولوجيا بشكل ايجابي. يعني نسيطر انه اوكي نستعمل الانترنت ساعه او ساعتين او نص ساعه او ربع ساعه حسب او يعني حسب حاجتك الشخصيه بعدم الاستخدام المفرط. الدراسات والبحوث تبين انه مو بس الانترنت، مو بس الألعاب العنيفة هي اللي تأثر على سلوك الإنسان، هي مجموعة عوامل. مثلا العنف الأسري بالبيت مهم، الحالة المادية الحالة الاجتماعية للعائلة تلعب دور كبير، تعرض للمخدرات والمسكرات أيضا دورها كبير. فيعني تجمع هذه العوامل مع بعض نتائج تكون سلبية على الشخص وعلى العائلة وعلى المجتمع بشكل كبير. يعني وهناك من يقول أيضا أنه الفراغ والوحدة كمان يسبب الإدمان على هذه المواقع أيضا بشكل أو بآخر. الفراغ لأي سبب كان، عدم الشغل مثلا أو الملل، يسبب الإدمان على هذه المواقع، يسبب التعرض إلى، يخلي الناس تروح تنجرف إلى مواقع ثانية خطرة اللي هي مواقع إرهابية أو مواقع إباحية بالضبط. يعني مشكلة كبيرة. نعم، يمكن كثافة يعني مستخدمينها أيضا تتعلق بالناحية المادية، خاصة أنها كلها متوفرة بشكل مجاني تقريبا. نعم، أكيد يمكن أكيد. هذه من أهم الأمور اللي ممكن أيضا التركيز عليها. أكيد هذا من أهم العوامل. يعني لو كانت مثلا فيها اشتراك معين أكيد مكلفة، مش أي إنسان ممكن يستعملها صحيح، لكن نعم. راح تكون في ملايين المواقع الثانية اللي تكون مجانية والناس ممكن تروح لها وتطرق لها. اسمح لي أعود مرة أخرى للدكتور عبد الستار السحباني. دكتورنا، يعني سؤالي لك، كما ذكر دكتور حسنين هنا في الاستوديو أنه المشكلة في الإنسان نفسه، هو بإمكانه أن يسيطر ويقدر مدى أهمية وضرورة استخدام هذه الأجهزة في الوقت المناسب. يعني رأيك بذلك؟ يعني من هو هذا الانسان؟ يعني مش تجي الطفل الصغير تقول له انت تقدر، من جمش الطفل الصغير يقدر كيفاش وقتاش؟ نعم. من جمش الانسان يمر بالكتله هي يعني في حاله مرض، في حاله ارهاق، في حاله يعني كابه، ما تجي تقول له يعني هذا سؤال فلسفي كبير اكثر، معناها مش كل انسان قادر باش ينجم يقول في هذه اللحظه استطيع ان اضع حبا لهذا الاشكال. يعني هنا نلقاو احنا في اشكال اخرى نتاع الادمان، مثل التدخين، مثل المخدرات، مثل الكحول، مثل يعني هذه كلها صيح منذ عقود نقولوا للانسان رجاء الانسان هو سيد نفسه قادر باش يبت ويقرر، لكنه لم يستطع ذلك. انا اعتقد انه مثل هذه الاشكالات تعود بالضروره الى فعل مؤسساتي. المؤسسات هي التي تعاون، هي التي تكون عامل من عوامل الادماج، وهي تكون عامل من عوامل الاحاطه، وهي تكون عامل من عوامل توفير ظروف الانسجام الذاتي للمؤمن. يعني يبقى انسان يعني وقت يقول مؤسسات، يعني خليني نحن الطفل ولا هذا الكهل، يعني هذا الطفل او هذا الكهل الذي معناها يقعد 10 ساعات امام الكمبيوتر، يعني انه من السينما، يعني
انه يمشيش في الكافه، يعني انه يمشيش المسرح، يعني انه لا يرقص، يعني انه لا يغني، يعني نعم. يعني وهنا تحدث عن المؤسسات، يعني كيف يمكن للاجتماعي ان يوفر اجوبه هامه يمكن ان تعوض هذا الادمان؟ لان الادمان هو نتيجه ازمه، يعني انا هذا الفرد يعيش فراغ كبير جدا. نعم. وحاول ان يملا هذا الفراغ بهذه الاجهزه، ورويدا رويدا تحولت هذه الاجهزه بدورها الى مظهر من مظاهر الازمه ايضا. نعم، اشكرك شكرا جزيلا. نعم. دكتور عبد الستار السحباني رئيس الجمعيه التونسيه لعلم الاجتماع، اشكرك على هذه المشاركه القيمه. اذا دكتور حسنين، كما ذكر ضيفنا من تونس، بانه الازمه تكمن في انه طريقه الاستخدام هذه الأجهزة، وأنه كيف يجب على المؤسسات التعليمية أن تشارك في التخفيف منها خاصة للأطفال. وهنا أذكر يعني أنا شفت أطفال في سن السنتين يستخدمون الموبايلات، وهذا مسألة خطيرة يعني. صحيح. تفضل دكتور. صحيح. هي يعني سنتين وحتى أصغر ممكن. سنة كمان. هو في كاريكاتير أنه واحد من بطن أمه يعني أول يستعمل الكمبيوتر. صحيح. بطن أمه قاعد عم يستعمل الكمبيوتر. ممكن على الجهة القادمة من الإنترنت نشوفها. مش معقول. لكن هي التوجيه من الأسرة، التوجيه من المدرسة، واستخدام هذه الأجهزة بطريقة إيجابية. هي مثل ما تفضل أحد الإخوان قال إنه هي هجمة. الهجمة لازم إحنا نستغلها بشكل إيجابي للتعلم، للعلاج، للتواصل، ونبتعد عن التطرف أو عن الإدمان أو عن أي شغلة ممكن يعني تأخذنا إلى مشاكل. أو فضح الأمور الشخصية وتصويرها وما أكثرها يعني. أي يعني صحيح. يعني في ناس بتحط لك طبق شو تغدوا اليوم مثلا. طيب، أو مثلا واحدة راحت تتعالج في المستشفى يعني تطلب الدعاء من الصديقات والأصدقاء. صحيح. إلى آخره. على كل حال أشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور حسن الطيار الأخصائي في الطب النفسي الجنائي. أشكرك شكرا جزيلا. كل عام وأنت بألف خير. مشاهدينا أشكر حسن المتابعة، نلقاكم الأسبوع القادم بحول الله. دمتم بخير.